عندنا أبطال مميزين، عندهم قوة، عندهم يعني تدريب جد ممتازة. هذه الطريق تنهك اللاعب كيف ما كان حاله، لا يقطع 1000 كيلومتر، لا يقطع 1400، لا يقطع 2000 كيلومتر، منين يجي كيجبر دائما البطولات اللي هي تبدأ، يعني خصو على الأقل واحد نهارين ثلاثة باش يستراح. نظمنا كأس العرش مرات، ثلاث مرات احنا ننظمهون. نظمنا مجموعة من يعني البطولات اللي كانت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. منعاج بيجا، حزام أسود درجة الخامسة، حكم دولي، رئيس جمعية الأمم للتايكواندو وعضو الكاتب العام لعصبة جهة العيون الساقية الحمراء. هذه العصبة اللي هي عصبة جهة العيون الساقية الحمراء هي واحدة من 16 عصبة في المملكة، واللي هي لا يخفى عليكم حدودها وجغرافيتها المملكة اللي هي شاسعة، واللي هي عندها أنشطة حتى هي تحاول ما أمكن منذ مدة باش تعود حتى هي تواكب زميلاتها العصب في شمال المملكة وفي وسط المملكة. عصبة جهة العيون الساقية الحمراء فيها العديد من الممارسين اللي منخرطين في برنامجها اللي مسطرة دائما في كل سنة في كل موسم، واللي هو اللي كيطمح إلى إيجاد عناصر يعني تقد العصبة باش تشارك بهم في جميع التظاهرات والمنتديات الوطنية ولا الدولية. هي عندها أبطال، عندها أطر يعني مكونين شاركوا حتى هما كباقي الأطر في المملكة الكثير من التدريب الوطنية الجهوية وحتى الدولية. بالنسبة للأبطال لدينا أبطال كانوا شاركوا في الكثير من اللقاءات الملتقيات اللي هي على الصعيد الجهوي أولا ثم على الصعيد الوطني، وكانوا أيضا عندنا أبطال شاركوا في المنتخب الوطني للمملكة واللي شاركوا على الصعيد الدولي. هذه المشاركات دائما اللي كتكون وطنية كتجبر العائق ديالها وهو البعد، المسافة، قلة خوض غمار بطولات كيف ما يكون في وسط المملكة متقاربة المدن متقاربة العصب. احنا عندنا البعد، وهذا هو اللي كيكون عندنا أبطال مميزين، عندهم قوة، عندهم يعني تدريب جد ممتازة، ولكن اللي كيعيقهم هو عدم وجود بطولات واحتكاك مع الأبطال الآخرين. هذا المشكل ديال البعد، الحمد لله احنا هو البعد، هي المسافة. الكثير من البطولات كيتنظموا في الرباط، ولا والله في كيف طنجة، كان مؤخرا كان في طنجة، يعني هذه المسافة اللي اي كاع واخا تكون متوفرة لك الامكانيات والنقل وكذا، وهو النقل ديما لا الطريقة الوطني الطويل اللي ما هو الطيار الجو. هذه الطريق تنهك اللاعب كيف ما كان حاله، لا يقطع 1000 كيلومتر، لا يقطع 1400، لا يقطع 2000 كيلومتر، منين يجي كيجبر دائما البطولات اللي هي تبدا، يعني خصو على الاقل واحد نهارين ثلاثه باش يستراح. ولكن الحمد لله احنا تغلبنا عليها في ذي الفتره الاخرى بانتخاب السيد مولود محمد مولود القيرع اللي تم انتخابه في هذه العصبه. من النهار اللي جاها توفرت لها الكثير من الامور، النقل الحمد لله عاد ممكن
يمشوا بالنقل ويقعدوا واحد نهار ولا اثنين يستراحوا، موجود لهم كل شيء، موجود لهم فم الإقامة، يعني جميع الأمور ولات متوفرة من ساعة تقلد زمام الأمور هذا الرئيس الشاب اللي يبحث ونظم بطولات باش نحن نظمنا بطولات هون باش نجيبوا عصب أخرى تشارك هون وباش يحتكوا أولادنا في المنطقة باش يجوهم أبطال من داخل المملكة ونديروا بطولات هون من أجل هذيك المسافة اللي كنا اللي نمشوا لها بالأبطال نقصروها، يعني نلعبوا هون ونشوفوا النفسية ديال اللاعبين كيف لعبوا هون شعطاو ومنين يمشوا لها شي يعطوا. جبرنا هو المشكل الوحيد هو الطريق، هو المسافة اللي تبعد بينهم، منين يلعبوا هون يحقوا لنا نتائج، ومنين نمشوا له الى دينا 10 الى دينا 50 الى حققنا النتائج بواحد ولا اثنين رانا لاباس علينا. وهذا دائما التعب والمرثى اللي يتلقاوها اللاعبين. صحيح هو القيرع كان عدلو الولايه الثالثه هذه اللي عنده. هذا الشاب من النهار اللي جا العصبه يعني تحدات الكثير من العوائق، كيف قلت لك ولاو بطولات ينظموا عندها هون جهويه اقليميه وطنيه، ونظمنا حتى دوليه، نظمنا هون بطولات، البطوله العربيه تنظمت هون، تنظمت هون بطوله البحر الابيض المتوسط دوليه، تنظمت هون بطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد السابقة الإفريقية، نظمنا كأس العرش مرات، ثلاث مرات احنا ننظمه هون، نظمنا مجموعة من 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 يعني البطولات اللي كانت هون. هذا تغلب عليهم هذا الرئيس الشاب المنين سعد جاء نظم هذا الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.